السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم سنيور محمد كمال، مؤلف سلسلة روما للغة الإيطالية. الفيديو ده عبارة عن ايه؟ ده فيديو توضيحي للمنهج المكثف للغة الإيطالية معاك لسنة أولى ثانوي وتانية ثانوي. هنقولك ازاي هتراجع الإيطالي من الصفر، ازاي هنركز معاك على أهم النقط اللي موجودة في الامتحان بالنظام الجديد وبالشكل الجديد، كمان هنراجع معاك وحدات المنهج كله، فكأنك بالظبط كده ما خدتش ايطالي طول السنه. بس قبل ما نبدا هنقول لك هنعمل ده ازاي، عايز اتكلم معاك في رساله كده صغيره خصوصا لطلبه اولى وثانيه. طلبه اولى ثانوي وثانيه ثانوي، معلش انا شايفكم طول السنه والطلبه معانا ان انتم ضحايا. ضحايا؟ اه ضحايا. طب ضحايا ازاي؟ معلش احنا طول السنه وانا حاسس ان العيال الريتم بتاعكم والايقاع بتاعك هادي، لا انت بقيت تذاكر زي الاول ولا انت قادر تلم نفسك زي الاول، كلكم مستنيين فكرة واحدة بس، امتى الترم هيتلغي، لدرجة انك تقريبا بقيت تتابع طارق شوقي اكتر ما بتتابع مثلا مطشة الاهلي والزمالك، كل يوم مستني ان القرار يطلع امتى ويلغي الترم. وكنا دايما طول السنة بنقول لكم ما تفتكرش انه هيلغي الترم، الكلام ده حصل السنة اللي فاتت، السنة دي لأ. ففي بعض الناس قعدت تلعب في دماغك وتقولك ان لو حتى ما تلغاش انك هتمتحن في البيت زي السنة اللي فاتت، وكنا نقول لكم يا شباب ما فيش الكلام ده مش هيتكرر، لازم تبدأ تذاكر لغاية ما الوقت مشي بيك ووصلنا للنقطة دي، اللي هو انت بقيت دلوقتي لا انا عارف يا باشا ارجع اذاكر تاني زي الاول، ولا انا عارف الحق الم الدنيا ازاي، ده كل اللي ناقص تقريبا على الامتحان حوالي اسبوعين ثلاثة. انا هقول لك مثال كده، لو جبت عربية وسبت العربية دي مدة اسبوع ما دورتش العربية، ايه اللي هيتم؟ هتيجي تدور العربية تلاقي البطارية ايه؟ نايمة. طب سيبها اسبوعين ثلاثة، هتيجي بقى ده البطارية نايمة بس، ده انت كمان هتلاقي الكاوتش ايه؟ نام. طب سيبها شهر شهرين، ده انت دخلت في مصيبة، ده الموتور كمان قفش. تخيل ان دي الحديدة، العربية اللي مصنوعة من حديد، لو انت ما دورتهاش كل يوم وما اعتنتش بيها ايه اللي هيحصل؟ المكنة نفسها هتبوظ، ما بالك الانسان والعقل البشري اللي من لحم ودم. عشان كده مش عايزك توصل لمرحلة الاحباط ان انا مش عارف اذاكر، ده طبيعي جدا، لانك طول السنة ما بتذاكرش، كمان انت مستني ومهيئ نفسك ان انت الترم يتلغي. طب انا لسه في وقت الم الدنيا سواء في الايطالي او في بقية المواد، لسه قدامك فرصة انك تعمل اللي عليك وزيادة. تعال نفكر هنعمل ايه في الايطالي وازاي هتلم الايطالي خلال المنهج المكثف. كل ده هيبقى موجود بالتفصيل في اول فيديوهات في الاول الفيديوهات لتانية ثانوي والاولى ثانوي. بس كل اللي طالبه منك انك تتابع معانا السلسلة، تبقى انت قاعد كده خلاص اعمل سيفنج للفيديو، اول ما تقرر ان انا هذاكر خلاص اوريدي هذاكر، هات ورقه وقلم كده محترمين واقعد اتفرج معانا على فيديو فيديو. احنا مقسمين لك المنهج لفيديوهات، كل فيديو كانك المنهج بيتشرح لك من الصفر من A to Z بالظبط. كل اللي انت هتعمله ساعتها ان موجود اسئله كمان جوه الفيديو، كمان بينزل لك لينكات لكل فيديو، لينك امتحان على كل جزئية، الامتحان ده اونلاين فبيتعلم اوتوماتيك، يعني انت بس هتدوس بس سند الامتحان، ترسل الامتحان تجيلك الدرجة بتاعته. هتشوف معانا من خلال الفيديو اللي جاي التانية ثانوي والاولى ثانوي ازاي هنبدأ نراجع الايطالي من الصفر، وباذن الله كمان تابع معانا السلسلة ومش هنسيبك بردك في ليلة الامتحان بإذن الله رب العالمين، وهنعمل لكم محاضرات كمان لسؤال القطع. والناس اللي كانت بتسأل لو أنا عايز أجيب الماتيريال بتاعة الملازم منين أو السلسلة منين أو أماكن تواجدنا، هينزل لك في الديسكريبشن تحت كل الأماكن وكل الحاجات اللي ممكن تشتري منها الحاجة. وأشوفكم على خير يا شباب، وتابع معانا أول فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.